السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. اليوم واحد لا فيديو خفيف ظريف بحال ديما، قريشلات او قرص بلديين غنحتاجو فيهم كيلو ديال الدقيق، نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات، 5 ديال المعالق كبار سكر، جوج معالق صغار خبز، عفوا خميرة الخبز، شوية الملحة، معلقة صغيرة زنجلان أو سمسم، شوية النافع، شوية حبة حلاوة تقريبا معلقة صغيرة، واحد ساشيات خميرة الحلويات. كيف ما غادي تشوفوا ما كتاخدش وقت كتير، كيف ما قلت غادي ننزل كاع المكونات. غادي ندير البيض، زدت السكر مع الزنجلان او السمسم النافع، حبة حلاوة، شوية الملحة، خمارة الحلويات، جوج معلقات صغار ديال خميرة الخبز، نصف كأس زيت نباتية. غادي نجمع هاد المكونات، غير ينسجموا مع الدقيق. كيف ما قلت انا راه دايره كيلو ديال الدقيق، كيبقى القياس على حساب كل واحد، يقدر يزيد او ينقص. عندي المدافي، غادي نجمع العجين بالمدافي، وراه ما غاديش ندلكها بدون دلك، غادي غير نجمع العجين ديالي. كيف ما كتشوفوا غادي نجمعه بحال هكا، من بعد ما جمعته فهو راه كيبقى خفيف. ها انتم كيف كتشوفوا معايا كيبقى خفيف، صافي مدلكتو ما والو، غير جمعتو وغادي نخليه يرتاح واحد ساعه الا ربع ان شاء الله. من بعد ما ارتاح كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، خديت واحد شويه حدايا ديال زيت نباتيه، غادي نبدا كندهن يديا صافي. وغادي نقطع العجين على شكل كرات صغار، ممكن الحجم يكون كبير او صغير على حسب الرغبه ديال كل واحد. المهم انا غادي نحاول نقطعهم متوسطين، ماشي كبار ماشي صغار، وما نساوش بلي راه كيتضاعف الحجم ديالهم. صافي غادي نكمل بحال هكا ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما نقطع العجين ديالي ان شاء الله، غادي ناخد واحد بيضه وغادي نطربها، وغادي نبدا كندهن القريشلات ديالي. هذا الشيء من بعد ما خليتهم خمروا واحد الساعه تقريبا. من بعد الاختمار غادي ندهنهم بالبيض ونرش ليهم الزنجلان او السمسم. كيف ما قلت انا خليتهم واحد الساعه حتى خمروا، عاد كندهن ليهم البيض مع شويه الزنجلان او السمسم. صافي غادي ندخلهم الفرن ونتلاقاو من بعد الطهي. كيف ما كتشوفوا هادو هما القريشلات ديالنا او القرص ديالنا، كيجيو خفاف صراحه. غادي نحاول نفتحها باش تشوفوها، ما غاديينش تندموا عليهم متاكده. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم معايا، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله.